معانا الأستاذ محمود من اسكندرية. معانا أم محمود من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله، اتفضلي. الحمد لله. لو سمحت أنا لي سؤال بخصوص شهادات الإيداع. عندي 4 شهادات، بس في منهم شهادة واحدة اللي خاضعة للزكاة. هم جوا لي على فترات مختلفة ومر عليهم 4 سنين، فأنا بطلع الزكاة على الشهادة اللي هي واصلة للحد. هل بقيت المفروض إن أنا أجمع المبالغ الشهادات كلها وأطلع عليهم الزكاة؟ دلوقتي خليني أسأل حضرتك، أنت عندك الشهادات، حاضر، الشهادات اللي عندك دي هي دي الفلوس اللي عندك ودي اللي بتصرفي منها وبتعيشي منها؟ لا انا طبعا بعيش منها، بس انا عندي معاش انا وزوجي. طيب بصي بصي حضرتك، بس انا برضو المبالغ اللي بتطلع منهم العائد بيستهلك، وخصوصا ان احنا اصحاب امراض مزمنه وبنستهلك علاج يومي. ربنا يديك الصحه يا رب. بصي بصي حضرتك، انت دلوقتي الاصل ان احنا عندنا كل الوعاء الزكوي واللي من جنس واحد احنا بنجمعه مع بعض، يعني الشهادات في مجموعه كده هتبقى نصاب. يعني ايه؟ انا عندي شهاده ب 20,000 و30,000 و40,000 و50,000 كلهم على بعض، وواحده منهم لوحدها كده ما تعملش نصاب، لكن كلهم على بعض كده يعملوا نصاب، يطلع عليهم الزكاه. انا عارف انت سؤالك كان عن ايه؟ نطلع عليهم كلهم، هم بلغوا النصاب كلهم كده. لكن المسألة بقى إذا كان كل واحدة فيهم في حد ذاتها كده، أنت بتقول إن أنتوا عندكم حاجات تنفقوا منها، يبقى خلاص هنجمعهم كلهم ونطلع عليهم 2.5%، بما إن عند حضرتكم حاجة تانية تعيشوا منها وما بتعتمدوش على ده، فنطلع 2.5% عليهم كلهم، لأن مجموعهم، مجموع الرصيد بتاعهم، مجموع الأثمان بتاعتهم، لأن إحنا عندنا أصناف للزكاة، منها الأثمان ديت اللي هي الأموال اللي عندك دي كلها، مجموعهم يعمل نصاب، فنطلع الزكاة عليهم في مجموعهم 2.5%. ليه كده؟ ليه ما بنخليش كل واحدة لوحدها؟ طب احنا هنجمعهم كلهم ونطلع عليهم 2.5% أول مرة. طب المرة اللي هنطلع كده بالزيادة، لكن المرة اللي بعدها بقى هنطلع عليهم بدقة، يبقى نثبت التاريخ ونطلع عليهم كلهم. المرة اللي بعدها هنطلع بالتمام، لأن مش هينفع نخلي لكل واحدة نصاب، لأن هما كل واحدة مع بعضها ما تبقاش نصاب. لكن إمتى بقى يبقى النصاب؟ لما مجموعهم مع بعض بلغ النصاب اللي هو ما يساوي 85 جرام ذهب. لما جمعناهم الوقت اللي وصلوا مجموعهم يساوي 85 جرام ذهب هنعمل له حول. وأول ما يحول عليه الحول هنطلع عليهم 2.5%. يبقى إمتى؟ هنشوف إمتى كان مجموعهم كلهم على بعض زاد عن 85 جرام ذهب، هنحط التاريخ ده ونطلع عليهم بعد سنة، وساعتها يبقى إحنا كده طلعنا الزكاة بعد بلوغ النصاب، بعد بلوغ النصاب، سواء النصاب في قيمة أو حال عليهم الحول، وهي السنة القمرية، السنة القمرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لك في مالك يا حاجة أم محمود.